تصوير فيديو ممنوع. السلام عليكم، ده قصر محمد علي، مش محمد علي بتاع القلق اللي احنا عارفينه، لا ده محمد علي ابن الخديوي اسماعيل، يبقى جد محمد علي الكبير. اللي عجبتني جدا انك لما تخش القصر واسع وعاملين احترام للزوار، بمعنى واحترام للملكية للحاجات اللي في القصر، يعني الاثار والاساس والكلام ده كله عاملين حواجز انت ما ينفعش تعديها. الأوضة بتاعت والدته من زمان عشان يصحوها ما كانش بينادوا عليها، بيرشوا على الخشب مية، فالخشب ده بيطلع ريحة، فدي كانت حاجة كويسة أوي، ميزة من اللي هي خلتني فعلا الناس دي كانت بتفكر بعقلية غير دلوقتي. تعبيرا عن غضبه كان عامل حركة صايعة أوي بأمانة، عجبتني إن هو في القاعة دي كان حاطط صورة لكل خديوي، لما جه على الدور معينهوش هو، عينه حلمي التاني، راح عمل إيه؟ اتنمرض، حاطط صورة جده محمد علي باشا الكبير وحاطط صورة لكل خديوي لغاية ما هو كان عليه الدور ووقف كده، وبعد كده حاطط صورة أي حد تاني. الجمل دوت اللي كان بيتشال عليه كسوة الكعبة، ده الجمل اللي كان مسؤول عن اللي هو ياخد كسوة الكعبة من مصر لما كانت بتتفصل هنا يوديها السعودية، لتخليده وذكراه خدوه حطوه في المتحف دوت اللي محطوط فيه المجموعة من الحيوانات، وخدوا الهيكل العظمي بتاعه وحنطوه، هو موجود هناك لغاية دلوقتي. احلى حاجه عجبتني الحصان بتاعه لما توفى ما رمهوش، حنطه. الحاجه اللي لاحظتها وعجبتني قوي ان شكل الاسقف غير بعض، يعني انت تخش كل غرفه او كل مكان في القصر هتلاقي كل سقف غير التاني، كان كل سقف او كل غرفه بيتعمل لها تصميم هندسي. لما دخلت المتحف استغربت قوي من كميه الحيوانات اللي هم محنطينها ديت، فسالت عرفت اللي هو كان بيصطاد الحيوانات ديت بنفسه، يعني هو كان بيصطاد الحيوانات ديت فخلدها. شكرا يا جماعه اللي انتوا اتفرجتوا لغايه دلوقتي، ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. سلام.